والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، أخواتي الكلمات، أبنائي بناتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقال في المثل: القلب يسبق البدن. أنت يزول للتبع طغار. القلوب تسبق الأبدان. فقلبي سبق بدني إليكم بعد هذه الدعوة الكريمة اللي جاءت من هذا المسجد المبارك. أقول لكم شكراً على الدعوة وشكراً على الحضور. عنوان المحاضرة كما سمعتم الصلح الأسري. الصلح الأسري داخل الأسرة. وعالج هذا الموضوع من خلال مقدمة ونقطتين وخاتمة. هذا هو البلان. كاين مقدمة وبعدين دو بوان وبعدين لا كونكليزيون لا سينتيز ولا يعني الخلاصة. نبدأ بالمقدمة. أقول وبالله التوفيق أن الأسرة هي أساس بناء المجتمع. أساس نتاع المجتمع الأسرة. لا سيلول فاميليال هي لا باز، هي الأساس. إذا كانت الأسرة قوية، إذا كانت الأسرة تواشوت قوية متماسكة، يكون المجتمع قويا متماسكا. إذا كانت الأسرة ضعيفة مهزوزة كان المجتمع كذلك ضعيفا ومهزوزا. الفكرة واضحة. الأسرة هي الساس، هي الباز، لا سيلول فاميليال. إذا كانت الأسرة هذه صحيحة قوية مجهدة، بسم الله ما شاء الله، المجتمع يكون قوي وإلا يكون ضعيف. وهذا الكلام هو الذي نصت عليه الأديان، هو الذي نصت عليه الحضارات للسيفيليزاسيون عبر العصور. يعطي قيمة الأسرة. هو الذي تقرر عند الحكماء العقلاء للساج، يقول كلمة هذه: الأسرة هي الصح. القوانين والمواثيق الدولية، أذكر أسد المثال ميثاق أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هذا أكبر إعلان في العالم اللي صدر عن هيئة الأمم المتحدة لونو. الأرتيكل 16 يعني المادة 16 من هذا الميثاق، من هذا الإعلان العالمي، يتكلم على الأسرة توشوت. الأرتيكل 16 وكل القوانين والمواثيق الدولية، ميثاق الطفل العربي اللي صدر عام 1984 في المادة 4 الأرتيكل 4، حقوق إعلان حقوق الطفل، اتفاقية الطفل اللي صدرت عن لونو هيئة الأمم في سنة 1989، واللي دخلت حيز التنفيذ في 1990. كل المواثيق ذات الصلة بالأسرة أو الطفولة تنص على أهمية الأسرة. ثوشوت ساعة زل ذم قران. كيف رجعوا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفوا كامل كنز الوحي، أول اتصال بين السماء والأرض: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. تعرفوا الآيات الأولى اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر ماهوش بسيط. القرآن عنده هيبة، عنده جلال. ربي اللي قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا هو حال الجبل،
هذا الجسم الضخم أذراه ورزيره القادم الهيفا القرآن بوالى الله سبحانه وما أدرك بقلب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وين راح؟ راح الأسرة نتاعو كي جا الدار واش قال السيدة خديجة ربي يرضى عليها؟ زملوني زملوني لقد خشيت على نفسي. واش قالت له هذه الأسرة هذه الزوجة؟ قال لك في قبيل ثلاوين ثلاوين الزوجة نتاعو هي خديجة قدر الله أن يهيئ له الأسرة التي ترافقه من أول خطوة. نزل القرآن من هذه اللحظة الأسرة واجدة باش تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الوحي اللي نزل على مدار 23 سنة منجمة. سيدة خديجة واش قالت النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقفت معاه قالت له ما تخافش لا تخاف. وعلى بالكم اجمل كلمه يسمعها الانسان في وقت المحنه هي هذه كي يجي واحد يقول لك ما تخافش ورتسوى. كان واحد فيلسوف كبير اسمه ادوارد سبنسر جولز اجمل كتاب في هذا الموضوع نتاعو تحت عنوان لا تخاف ورتسبب ما تخافش. قاتلوا ما تخافش قاتلوا كلا والله لا يخزيك الله ابدا. يعني ربي سكن كفوس ما يخليكش ربي ما يخليكش كلا لا والله لا يخزيك الله ابدا. وبعدين ذكرته ببعض خصاله قاتلوا انك لتصل الرحم. وحتى انك ما عندها علاقه بالتوشف بالاسره انك لا تصل الرحم. باش نفهموا الميساج نتاع الارحام مهم جدا صله الرحم. وحنا نعرفوا بعض الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيره منها حديث الرحم معلقه بالعرش. انتم الان راكم في فرنسا كل واحد كي تفكر العائله نتاعو الكبدة نتاعو تتحرك الكبدة تسا. سمحوني عندنا مثل القبيلية حلو في هذا المجال قال لك مفرادة تموت زوج كلمات مفرادة تموت واش معناتها؟ فيه كناية فيه تورية فيه هذيك المحسنات موجودة معناتها كي ترعد رعدة في السماء تنزل المطر ما والكبدة كي ترعد دمعة هذه الرعدة هذه كي ترعد في السماء تنزل المطر كي ترعد الكبدة العين تدمع. مانيش باش ندمعكم سمحوا لي. ممكن يجيك خبر مفرح من الأسرة تاعك خبر مفرح وتبكي. علاش تبكي؟ اي بورتون خبر مليح الخبر يلهم يسفرح علاش تبكي؟ ولا يجيك الخبر واحد اخر ان شاء الله ما يجيش وايضا الكبده تتحرك والدمعه تطيح علاش راك تبكي في الحالتين كي تفرح وكي تحزن؟ الكبده اللي رابط بمعنى الشاعر زمان قالها قال يا عين لقد صار لك البكاء عادة فصرت تبكين في فرح وأحزان. يا عين لقد صار لك البكاء عادة فصرت تبكين في فرح وأحزان. النبي صلى الله عليه وسلم قتل السيدة خديجة كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم. بوان فور لي كاليتي صلى الله عليه وسلم التي لا نحصيها. ربي سبحانه قال وإنك لعلى خلق عظيم. الصفات التي تفرقت
عند غيره من النبيين والمرسلين اجتمعت لديه، وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر أو تعين على نوائب الحق، معناتها يا أنت الراجل راك راجل اللي يحافظ على الأرحام، اللي يعاون الفقراء، اللي يعاون المكروبين، اللي يعيشوا في الأزمات لي كريز، راك راجل. يلقاوك الناس في الضيق، خاطر هذا هو الإنسان الحقيقي. الراجل كي نقول الرجولة مقام، ماشي نفهمنا الرجل معنى الكاس، معناها ماشي الذكور، لا لا. المرأة يكون عندها دي برنسيب دي فالور، قيم ومبادئ، مشاعر توقف وقفة الجبال، امرأة. ولكن بسم الله ما شاء الله. وممكن أيضا الراجل يكون راجل. سيكون صرف في سورة الأحزاب الآية 23 فيرسي 23 من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وحنا نقول بالقبيلية الشجاحة الدرية سير لوزة. جمال الرجل في رجولته، بمعنى هذاك اللي يلقاوه الناس في الضيق. نركز على هذه لانه رسول عنده وحي، ولكن هو راجل يلقاوه الناس في الضيق اللي سبان ورفيق. The friend indeed is the friend in need. قلها بأي لغة، المعنى واحد. معناه والشاعر قال يقطع يشتت نفسه ليجمعك. هذه الغيرية ماشي الأنانية، ليغويزم هذا ماهوش مليح، ماهوش مليح تماما. ليغويزم دمار للبيوت. ممكن ليغويزم هذا المرض يدمر يديتيرمي لاسيم فاميليال فاسيلمون بكل سهولة. أنا عليه إذا كان الزوج يقول غير نفسي نفسي، وينسى كاع الهضرة نتاعو، ينسى لي ضروة نتاعها، ينسى ما كانش هكا، ولا العكس. المرأة تقول نفسي نفسي، الراجل ماهوش موجود كاع. طبعا ولا يريحها. هذه مسائل مهمة جدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قاعدة ذهبية في التعايش في المجتمع: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الأنصار عرفوهم كامل، الأنصار اللي نصروا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي استقبلوه مع المهاجرين في المدينة المنورة، ربي هضر عليهم، ذكر لي كاركتير لي كاليتي نتاعهم. ارمي لي كاليتي هذه الإيثار، سورة الحشر الآية التاسعة، واش قال ربي؟ يحبون من هاجر إليهم، زيد، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذا بعد هذه المقدمة باش نقول الأسرة مهمة جدا. حتى أي واحد منا سمحوا لي نديروا دو بروبابيليتي زوج. إذا واحد خرج من داره قوي، يروح الخدمة قوي فور، إذا خرج من داره ضعيف حتى في الخدمة ديالو يكون ضعيف، ولا لا؟ هذا رسول الله يحتاج الزوجة نتاعو باش تفورتيفيه، تعطي له قوة بالكلمة وقفة، خاطر الكلمة إما تعمر إما تدمر. أوال ابنو تهدو الكلمة، قالت له ما تخافش، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعلوم وتعين على نوائب الدهر أو نوائب الحظ. هذه كلمات تعطي له قوة. نركز على هذه كثير، ضرب نروح مباشرة إلى النقطة الأولى. إيه هي أسباب أو عوامل استقرار الأسرة؟ توا شوف لا ستابيليتي هذه مهمة، انديسبونسابل، مهمة. اللي يقرا، اللي يدير تجارة، اللي يخدم في الميوزين، اللي يخدم عنده اون باز سوليد، ينطلق من الأسرة. لافيون
عند هذا المطار، الله يبارك أرضية المطار، المدرج نتاعها تجري وبعدين طير كما يقول هذاك ليكونوميست اللي معروف ريكاردو مجال اقتصادي، تنطلق عندها قوة دافعة تنطلق، إلا ما كانش دافع، هي طائرة عندها كل وسائل ولكن لا معنى لها، ما تقدرش تطير، ما تقدرش. عوامل استقرار الأسرة كثيرة، منها العامل الأول هو العامل نتاع الخوف ربي، خوف ربي، مع إذا كان الزوج والزوجة وأفراد الأسرة كاملة، يعني كي نقول توشوش في الأسرة ماشي في الزوج والزوجة، حنا نؤمن بما يسمى بالأسرة الممتدة، ماشي الأسرة النواة، لا ممتدة، لازم الخوف ربي يكون حاضر، علاه هو رأس الأمر كله، ربي سبحانه قال فاتقوا الله، سورة الأنفال الآية الأولى، فرمي لي راسي ربي قال خافوا ربي، شحال الآيات اللي هضرت على التقوى، يا أيها الذين آمنوا يا المؤمنين اتقوا الله حق تقاته، هذا سيد الطب، إذا ما كانش لهيه في سورة التغابن فاتقوا الله ما استطعتم، كاين دي نيفو دو نيفو، كاين واحد عالي والآخر، والإنسان المؤمن يتأرجح بين المستويين، بين المستوى الأعلى والمستوى الأدنى، خوف ربي، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا، صوت النساء، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اتق الله حيثما كنت، خاف ربي وين تكون، ماشي كي تكون في الوطن نتاعك خاف ربي، كي تروح الغربة ما تخافش ربي، هذا خطاب موجه للجميع، شغل هذه تنراجل شغل جنرال ابسترات، قاعدة عامة ومجردة وكل شيء تخاطب الرجال والنساء، ماشي واحد كي يكون مع لا فامي نتاعو يخاف ربي، يخاف ربي يخاف ويخاف هذوك الكبار اللي كاين في الدار، يوصل تيطا تسوي ولا تسحي، أو كي يكون في الغربة والو كاش يخاف ربي، أو كيف أو كيف، هو النبي راه يقول صلى الله عليه وسلم خاف ربي وين تكون، هذه في اللغة العربية حيثما زمكانية، يعني في كل ما زمك وفي كل مكان، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، إذا غلطت عادي ما خلتش الدنيا، الإنسان يغلط، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول كل بني آدم خطأ وخير الخطأ التواب، قال كي تغلط ما يجبش تأخذك العزة بالإثم، تقول هكذا مهما كانت لي كونسيكونس أنا ما يهمنيش، لا لا خويا عادي غلط توب لرب سبحانه، ربي يعفو يغفر يوين الشظل يوخر غفور رحيم، واش قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وضل الحديث هذا يروح مع الآية سواسوا، ربي قال إن الحسنات يذهبن السيئات، واحد كيدير سيئات وبعدين يدير حسنات شغلة دون تمحيها، ربي قالها ربي قالها كيف كيف، إن الحسنات يذهبن السيئات، والحديث يقول وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، من بعد ختمها قال هو خالق الناس بخلق حسن، وهذا مبدأ من المبادئ سنذكره بعد، إذن لو برومي بيلي ولا نقدر نقولوا الركيزة الأولى خوف ربي، حنا بالدارجة نقول خاف لأني خافش ربي، خاف
اللي ما يخافش ربي، اللي يخاف ربي يغلط، قد يقول اتق الله خاف ربي، يقول استغفر الله. اما اللي ما يخافش ربي، انت تقول له خاف ربي باذى الناس، يلقاها يلقى واحد البنا سبيسيال كيروح يظلم الناس ولا يؤذي الناس. إذن هذا البرمي بيلي كبير تقوى الله. الثاني ما هو؟ هو اعتبار الميثاق الغليظ. واش معناتها نعطيه له قيمه للميثاق الزواج؟ هو ربي اللي سماه ميثاق، دايور ما سماش كونطرا ولا انجاجمون ولا ربي هضر على العقود. مثلا في سوره المائده البرومي فيرس الايه الاولى، واش يقول ربي سبحانه؟ يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، العقود لي زونجاجمون لي كونطرا. ولكن كي وصل للزواج ما قالش عقد، سماه ميثاق. الدليل في سوره النساء فيرسي 21، الايه 21 من سوره النساء، ربي يقول واخذنا منكم ميثاقا غليظا. بين قوسين نوت بارونتيز، لو تيرم هذا الميثاق ربي ذكره غير مرتين، ذكره في موضع الزواج وفي موضع النبوة. سبحان الله. معناتها باش يقول باللي كلمة الميثاق ذكرها ربي كي تكلم على الأنبياء لي بروفيت لي ميساجي، تهضر على النبوة. كي يهضر على الزواج، أو سمعتوا الآية 21 من سورة النساء، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. دليل اللي ما يعطيش قيمة للميثاق هذا عادي يطلق بكل سهولة. شحال اللي يطلقوا في الدنيا كامل، مانيش نتكلم على أوروبا ولا فرنسا ولا أي بلد من البلدان في العالم. وين الناس ما يعطيوش قيمة للزواج للميثاق، الطلاق يكون بزاف بزاف. الاستاتيستيك إحصاءات مخيفة جدا لأتفه الأسباب. كاين كل شيء، كاين اللي يتزوجوا بعد عام يطلقوا، كاين بعد شهرين، بعد شهر، بعد سمانة، كاين اللي يطلق في الكورتاج، يعني مازال ما لحقتش الدار، في الكورتاج، سورتو مع وجود على طول تقرا ميساج تلقاه طلقني بالميساج بالاس ام اس. حتى واحد طلق مرتو بعث لها ميساج الطلاق دو بيس، كي قلنا له عليه قالك باش غارونتي يوصل الميساج دو بيس. يعني لا تكنولوجي دارت الطلاق ديفورس. ولكن هذا هو، نرجع مره اخرى نقولوا لازم نعرفوا باللي الميثاق هذا معتبر، يعني عنده قيمه كيما الفالور مورال. قلت لنا حبيبي المهم ربي سماه ميثاق، وعلى بالكم في القران كاين الفاظ قرانيه لا تترجم الا بالفاظ قرانيه تشابهها. ميثاق لا تيرمينولوجي تاع القران عجيبه عجيبه. كاين كتب ألفت في الموضوع اللي هي الألفاظ القرآنية، وممن ألف في هذا المجال الدكتور المرحوم المصري المعروف محمد جميل غازي، من كبار العلماء في هذا العصر الله يرحمه برحمته الواسعة. الألفاظ القرآنية كانت دراسة لغوية في اللسانيات، دراسة عميقة جدا. إذا هذا الدوزيام بيلي هو هذا، إلى تصلك القيمة إلى عقد الزواج. الثالث الروزيام بيلي ما هو؟ مهم، اللي هو تمثل القيم والمبادئ لي برانسيبي لي فالور. هي موجودة مثلا الآيات اللي قراها الشيخ الركعة الثانية، سمعناها هذيك من سورة الروم فيرسي 21. شفا برك على 21 هذه حلوة، 21 ايه سورة النساء،
والآية 21 في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لا في دروس نتاع الأسرة واضحة. الآية اللي برك الآية 21 من سورة الروم، ربي هضر على السكن وهضر على المودة. المودة يعني الحمالة، مهمة جدا في حياة الأسرة المودة. إذا ما كانش المودة، أحيانا المودة تنقص تنقص مشاكل الدنيا. الحياة عامرة بسيربريزيا، الحياة ماشي جنة. ونتر بارنتيز، بعض الناس يعتقد بلي راهو في الجنة، ماشي في الجنة، هو رانا في الدنيا. لا في إترنال ماشي هنا، راهي ليه هذه والو، هذه ما هذه والو، قصيرة جدا. ديل كارنيجي من الكلمات التي كانت تنسب إليه يقول: كان الحياة أقصر من أن نقصرها. يعني هي ديجا صغيرة، واش تزيد صغيرة جدا. كل واحد منكم يجرب، يقول كي عجبة، دخلت فرنسا منذ زيد 23 سنة، إيه 23 سنة. واحد آخر يسمع يقول كان عندي 37 سنة راحوا. هو كل شيء سريع، كل آت قريب. الدنيا راهي سريعة، خاصة في هذا الزمان، تقارب الزمان، الوقت يمشي. ولذلك نقول رسالة لنا جميعا: ما ناش في الجنة رانا في الدنيا. إذا ما تشربش بزاف كالرجل كي المرأة، هذا الخطاب موجه للجميع. لذلك هذه المودة سمحوا لي إلى راحت ولا نقصت تجي حاجة أخرى، اللي هي الرحمة. أنا عامر هو الرحمة، الرحمة هذه نبني بها حضارة، نحقق التعايش بين جميع الشعوب في الكرة الأرضية. ربي اللي قال في سورة الحجرات فيرسي 13 الآية 13، واش قال ربي؟ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هو رجع للتقوى، هذاك الميزان عادل جوست لو باران جوست. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، اللي يحب يكون عنده مقام عالي عند ربي يكون يخاف ربي برك، مع مقتضيات التقوى ومستلزمات التقوى. إذ ربي سبحانه هدر في الآية 21 من سورة الروم على السكينة السكن، هدر على الحمالة المودة المحبة، هدر على الرحمة. هاو كي تكون بعد واش قال؟ إن في ذلك لآيات، هذا السيني علامات لقوم يتفكرون. لازم واحد يخدم عقله مخه اللاعب، إلى قد يخدم وتستخدم وذي يوضع في ذس وذي يوضع الحقيقة. إذن هذه مسألة مهمة، هذه باش الأسرة تكون مستقرة ستابل. كاين الكاتريان بيلي نخدم به، اللي هو مراعاة الحقوق والواجبات، لي دوفوار لي دروا. هذه مهمة معروفة في كل مجال، تخدم في الشركة، في اللوزين، في المصنع، وين تخدم، وين تكون، في أي مؤسسة أونتربريز، وين تكون، كاين لي دروا يزالفان الحقوق، وكاين لي دوفوار ليزوبليغاسيون الواجبات. الراجل عنده والمرأة عندها، باش يكون ليكيليبر، وإلا يديزيكيليبري الدعوة وكلش. هذه مسألة مهمة جميعا، وربنا قال: وذكر. ممكن واحد منا ينسى، مثلا الراجل ممكن يغفل، المرأة ممكن تغفل، ولكن ربي قال: وذكر. سورة الذاريات الآية 55: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. خاطر واحد اللي ما عندوش الإيمان، سمحوا لي ساسون، ولكن
تقول تذكره تنصحه الدين النصيحه ماشي عيب عادي تفرح بالعكس لا جارانتي الضمانه لينا جميعا كي تكون نصيحة بيناتنا ممكن تعطيك النصيحة من زوجتك ممكن من سيدك ممكن من يمك ممكن من يمها ممكن من سيدي ممكن من الجيران ممكن هذه من أحباب الأصدقاء المؤمنين رانا عايشين مع بعض كل واحد يذكر الآخر باش نسلكوا بخير نسلكوا بخير يلا إذا أكتفي بهذا نهار لي لي دوفوار نخدموهم والحقوق ناخذوهم بإذن الله تكون لا ستابيليتي تاع الوشوش تاع الاسره لا سيلي فاميليا الله يبارك وبعدين هذه الاسره يكون عندها امكانات للانطلاق للاقلاع تحقق جمله من المقاصد الوقت لا يسمح للتفصيل مقاصد تربويه الف ا مقاصد علميه ب با مقاصد اجتماعيه سوسيال مقاصد اقتصاديه مقاصد يعني هذا الكرين وهذا ولا هذا فيه بزاف امور اللي هي تتحقق من خلال الاسره المستقره نقطه الراس النقطه الثانيه ها هو صار مشكل هذا الاسره عاشت عامين ثلاثه عشره خمسطاش وبدات الزلزال تضرب يا اخي كاين الزلزال يضرب الزلزال وكاين الزلزال اللي يضرب لي فامي كاين الزلزال يضرب الحضارات كاين الزلزال يضرب الدول الشعوب البشريه هاو جات كورونا زلزلت الدنيا ولا لا لا كاع كاع هيومانيتي كاع هاو ربي قال في سوره البقره فيرسي 155 ولنبلونكم بشيء من الخوف هاو شكون اللي ماشي خايف كاع الدنيا كامل ربي اوروزمون قال لك بشيء من الخوف ليكونومي مونديال هتز الشركات العملاقه الكونيه زلزلت النفوس زلزلت والمجتمعات زلزلت ويانا الكبدات جرحت اللي مات باباه ما حضرش جنازته اللي مات تيماه اللي ماتت مرته اللي مات ولاده اللي مات كل شيء كاين صرا في كورونا أنا عاني رزق ربي قال بشيء من الخوف ولكن بعد كمل في الأخير في الآية 156 من سورة البقرة وبشر الصابرين ماشي حاجة صغيرة رزق عندنا هذه البشرى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون مرحبا بك الشاغبين إذا هذا الزلزال ضرب الكون ضرب العالم كل المجتمعات البشرية وأحيانا يضرب توشوش في الأسرة الأسرة عندهم مشاكل ممكن المرأة تمرض ممكن الرجل يمرض ممكن أزمة اقتصادية ايكونوميك ما كانش دراهم ما كانش خدمة خرجوه بالخدمة المرض كل شيء كاين سمحوا لي لازم نرجعوا لفالور هذيك اللي ذكرناها الرحمة لا راحة المودة كان من الرحمة ما كاش مشكل وهذيك الرحمة تقدر تعيش فيها مئة سنة كاع والرحمة رحمة ربي قال وجعل بينكم مودة ورحمة إن وجه رسالة رسالة سيدي ميساج خاطر كاين اللي كي تكون مرتو بصحتها ما شاء الله بسم الله ما شاء الله كي تمرض مرتو يرميها ولا العكس الراجل كي كان بصحته ودخل دراهم بسم الله فواتير الحاصل ما شاء الله لي فواياج كل شيء كاين راجلي راجلي كي مرض مسكين وطاحت به الدنيا وكذا تقول له انت راك مرفوض خلاص لا لا هذا هو اللي الحياة هذا هو الوفاء الوفاء هذه الرحمة يا سيدي ما كاينش المحبة وراه الرحمة هو ربي سبحانه كي هضر على النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة الأنبياء الآية 107 107 ربي قال وما أنزلناك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والقرآن في سورة الإسراء فيرسي 82 آية 80
ربي قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة رحمة المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا رحمة المهداة. وقال الراحمون يرحمهم الرحمن. قال يرحم. إذن أخواني أخواتي نقول باللي كتصر المشاكل لي بروبلام لي كونفلي لي ليتيج بينات داخل الأسرة نقول بلا عقل هو عندنا لا ريفيرونس هو حنا عندنا شريعة يا سعدنا يا سعدنا. بالمناسبة هنا أحيي بعض الناس حتى من غير المسلمين كي يكون عندهم دي كونفلي ويتواصلوا مع رجال الصلح وكذا في لا ميدياسيون جوديسي في لا ميدياسيون ولا في الاربيتراج ولا في الصلح.